نار جهنم أو ربما نار مواقع التواصل الاجتماعي فتحت على المشير عبد الفتاح السيسي مذ أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في مصر. في أقل من 3 ساعات أصبح هاشتاج انتخبوا العرس الأكثر تداولاً على تويتر في مصر والثالث عالمياً. ملايين التغريدات التي تهاجم السيسي ملأت صفحات تويتر. إنها المعركة الانتخابية بقيادة المغردين والمدونين، والتي اتحد فيها هذه المرة الثوار الذين يرون في عودة حكم العسكر عودة إلى الدكتاتورية، ومعهم مناصرو الإخوان المسلمين. حتى أن موقع ويكيبيديا الشهير وفي السيرة الذاتية التي كتبها عن السيسي عرف عنه على أنه المارشال عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي الشهير بالعرس. بسرعة انتقل الهاشتاج إلى فيسبوك، فانتشرت الصور على جدران الموقع ولكن أيضا على جدران القاهرة وفي تظاهراتها. ففي كل التظاهرات التي خرجت الجمعة في مختلف المحافظات ردد مناصرو الإخوان الشعار نفسه. لكن كما هي الحال منذ 9 أشهر فرقت الشرطة التظاهرات بالغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل الصحفية في موقع الدستور ميادة أشرف أثناء تغطيتها لاشتباكات عين شمس. لكن كل ذلك لم يمنع المتظاهرين من إكمال هتافهم انتخبوا العرس رئيس لمصر.